بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتعلم مع بعض يا جماعة إن شاء الله إزاي نرفع فايل أو فايلز، مجموعة فايلز بالبي اتش بي. في كورس الإي كوميرس في الآخر خالص شرحنا الكلام ده، بس في ملف واحد بس، وما كانش الموضوع شامل وفول ديتيل. هنا إن شاء الله في كام درس ورا بعضيهم هنشرح الموضوع بالتفصيل، وهنعرف شوية أفكار وإنهانسمنت وحاجات في السكيورتي، وإزاي نهندل الإيرور، وشوية شغل بإذن الله جميل وهيعجبكم. طيب هندخل في موضوع على طول. احنا محتاجين فورم. الفورم هتكون الاكشن بتاعتها تودي على نفس الصفحه، عشان احنا طبعا بنجرب الميثود بوست، وبعدين جوه الفورم هنحط اول انبوت معانا هيكون نوعه فايل، النيم هنسميه اي اسم ما يكونش فيه لخبطه مع كلمه فايل، عشان هتلاقي دايما هنا فايل وتسميه هنا فايل وفوق فايل، ممكن تتلخبط. بعديه على طول الانبوت التاني هيكون نوعه سبميت، اللي هو هيعمل سبميت للبيانات ويوديها للسيرفر، الفاليو بتاعته هنسميها ابلود. لحد هنا انت عندك فورم عاديه جدا ما فيهاش اي مشكله، لكن مش هترفع اي فايلز. عشان ترفع فايلز عن طريق الفورم لازم تستعمل الاتريبيوت اللي اسمه انك تايب، وجوه الانك تايب او الفاليو اللي بيقبلها بيقبل حاجه اسمها مالتي بارت فورم داتا. المالتي بارت فورم داتا شرحناها في كورس الاتش تي ام ال 5 علشان تقدر ترفع صور او تقدر ترفع فايلز بصفه عامه، من غيرها مش هتقدر ترفع اي حاجه. طيب الفورم بتاعتنا هي الحمد لله بقت ظريفه، وتقدر تقول له تشوز فايل وتختار اي صوره انت عايزها من غير اي مشكله خالص. خلينا نعمل هنا كام بي ار، مفيش وقت ان احنا ننسق بالسي اس اس خالص، وبقى عندنا الفورم بتاعتنا جاهزه، ونبدا نكتب الكود البرمجي بتاعنا. اول حاجه احنا محتاجينها ان احنا نستعمل كونديشن بسيط يشيك ان انت جاي من السيرفر عن طريق بوست ريكويست، عشان مش كل شويه يجي لنا لما نيجي نعمل ريفرش يقول لنا ان الحاجه دي انديفايند والكلام ده. طيب لما انت بتبعت الفايل بتاعك للسيرفر بيتبعت هنا، او انت بتستقبله عن طريق السوبر جلوبال اللي اسمه فايلز، بتستقبله بيكون عباره عن اري فيها بيانات كتير. تعال نشوف الكلام ده يعني ايه. لو جيت قلت له انا هنا ايمج بتساوي السوبر جلوبالز اللي اسمه فايلز، وجواه هيكون اسم الحقل بتاعك اللي هو اسمه ماي ورك. الايمج دي دلوقتي عباره عن اري، عشان تشوف الاري دي وتتاكد من كل حاجه هنعمل بري كود هنا، وهنا ايكو سلاش بري، وبعدين هقول له هنا برنت ار واحط جواه الايمج عشان يطبع لي الايمج جوه اري، وهنروح نرفع اي صوره في الدنيا ونقول له ابلود. هتلاقي ان الصوره بتاعتك جت البيانات اتبعتت على هيئه اري فيها نيم وتايب وتمب نيم او تمبوراري نيم اللي هو الاسم المؤقت، والايرور مش الاسم المؤقت بتاع يوسف الشريف، والايرور والسايز. طيب معنى كلامك ان انا ممكن اعمل متغيرات كتير، ايمج نيم بتساوي نفس السوبر جلوبالز اللي اسمه فايلز بالشكل ده، وجواه برضو اللي هي ماي وورك، وبعدها اقدر بقى استعمل العناصر الموجودة في الاري اللي هي هنا مثلا اسمها نيم والتايب والكلام ده كله. خلينا نعمل الحاجات دي عشان نتأكد من الكلام ده كله. عندي نيم، عندي تايب، عندي بعد كده التمب نيم، وعندي بعد كده السايز. بعد كده عشان تشوف الفكرة هقول له ايكو هنا ايمج نيم بالشكل ده، وبعديها بي ار علشان يجوا تحت بعض، عشان لو حابب ان انت بعد ما تعمل ابلود للصوره تروح مديله ريبورت عن الكلام اللي في الصوره دي عباره عن ايه. مثلا هنا هقول له ايمج نيم، هنا بعديها تكون ايمج تايب. بعدين لو تلاحظوا ما شاء الله ان هم اصلا كلهم نفس الاربع حروف ومتناسقين، والسايز. فبقى عندي ايمج نيم هنا، عندي ايمج تايب بعدها، عندي بعدين ايمج التمب نيم، والسايز الايرور مش محتاجينه خالص مفيش مشكله فيه، ادي التايب وادي التمب نيم وادي السايز. بقى عندي كل الكلام ده كله، لو رحت عملت ريلود هتلاقي كل الحاجات دي اتطبعت، عشان تقدر انت تديها له بسهوله البيانات دي بعد ما ترفع الصوره، او تقدر تشيك على السايز هل هو سليم ولا لا قبل ما ترفع، ده من ضمن التشيك على الايرور، او تقدر تشيك على التايب عشان ما حدش يروح يرفع لك صوره بامتداد بي اتش بي او تكست او يبقى فيه اي اختراق. لحد هنا الحمد لله العمليه تمام وكله زي الفل، وبقى معانا البيانات، وفاضل ان احنا ناخد الصوره دي دلوقتي عشان نرفعها على السيرفر. هو ده المطلوب دلوقتي. ترفعها على السيرفر يعني ايه؟ يعني انقلها من التمب نيم، من الحته اللي هي التمبوراري اللي هو بينقلها فيها اللي هي دي، هنقلها من هنا واوديها على الفولدر بتاع الصور بتاعي. طيب جميل جدا، نعمل الكلام ده ازاي؟ عندنا فانكشن اسمها موف ابلودد فايل.
موف ابلودد فايل بيطلب منك حاجتين، بيطلب منك التمب هنا او الايمج تمب اللي هو المكان اللي موجود فيه الصوره دلوقتي في التمب فولدر التمب بتاع السيرفر، وخليكم مستعدين للايرور اللي انا هطلعها دلوقتي متعمدا طبعا عشان اوريكم الايرور دي عشان هتقابلك وتعرف ازاي تحلها عشان ده من ضمن الدرس. ايه هي الايرور اللي هتقابلك لما تيجي ترفع صور واللي انا قابلت ناس كتير جدا وقعوا فيها؟ هو بيطلب منك في الموف ابلودد فايل المكان القديم والمكان الجديد والصوره. المكان الجديد ده اللي هو فين؟ اللي هو بتاعك انت اللي هو جوه الابلود، عندك فولدر اسمه اب اهو هرفع فيه الصور. طيب اكتب له المسار ده ازاي؟ على اللوكال هوست الموضوع مختلف، وكمان انت ويندوز السلاش غير الباك سلاش، المسار بيتكتب بطريقه مختلفه. على السيرفر في دوال كتير جدا بتجيب لك الكرنت وركينج دايركتوري اللي انت فيه دلوقتي، وهنتكلم عنهم باذن الله رغم ان احنا شغالين على اللوكال هوست بس هنتكلم عنهم وهنفتح المانيوال عشان الناس تبقى عارفاهم. طيب هو طالب مني ايه دلوقتي؟ الباس اللي انا هنقل الصوره من الايمج تمب للمكان الجديد، المكان اللي انا هحط فيه الصوره. المكان ده فين هنا؟ المكان ده هنا اسمه اب مثلا الفولدر. لو كتبت له الفولدر ده على طول اول ايرور هكتب هنا اهو عشان الناس تبقى عارفه فيرست ايرور، عشان بس ناخد الايرور مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه. اول ايرور بيقول لي السكند ارجيومنت تو كوبي فانكشن كان نوت بي ا دايركتوري. ما ينفعش السكند ارجيومنت اللي هي الثانيه تبقى دايركتوري، هو عايز منك الباس الدايركتوري ومعاه الصوره. طيب حلو قوي، يعني انت عايز تقول لي ان انا هقول له ان الاب دي واروح حاطط له بعدها الايمج نيم اللي هي الصوره بتاعتي. طيب هل هو كده هيقبل؟ تعال نشوف. ريلود. هنا ايه اللي حصل؟ خد الصوره من المكان ده وراح حطها فين؟ في الاب اللي انا اديته له. طيب تعال نشوف الاب كده، شايفين جيفن اب زيرو، ما فهمش هو كده، ما فهمش هو راح حطها لي في المكان اللي هو فيه وكلمه اب ووراها اسم الصوره، هو فهم ان ده المسار. لا مش ده المسار، كده غلط، كده في حاجه غلط. طيب نرجع تاني ونشيل اسم الصوره ده عشان نكمل الايرور، ونيجي نقول له مثلا سلاش اب سلاش مثلا بالشكل ده. طبعا هنشوف كميه الايرور اللي هتطلع. اول حاجه قال لك فيلد تو اوبن ستريم انيبل تو موف، لانه مش لاقي المسار ببساطه شديده. طيب تعال نديله بقى المسار بالظبط عشان ما يخنقناش، انا هديله المسار استاتيك بالشكل ده، مع ان في دوال كتير تجيب لك السيرفر روت والكلام ده. طيب لحد هنا حد لاحظ حاجه؟ ان الكود اللي تحت كله اتغير باللون الاخضر عشان في سينتاكس ايرور. لو انا دوست دلوقتي هيقول لي، خلينا نقول ان ده الثيرد ايرور يطلع دلوقتي، ان في سينتاكس ايرور دلوقتي هيطلع زي ما انت شايف سينتاكس ايرور. ليه؟ علشان انت استخدمت الباك سلاش، والباك سلاش بتعمل سكيب للكاركتر اللي بعدها، فعملت سكيب للكود فالكود باظ. فلازم عشان افهمه ان الباك سلاش دي بتاعتي مش تبع اللغه اروح اعمل لها هي نفسها سكيب بالباك سلاش، فالكود رجع زي ما كان زي ما انتم شايفين، والحمد لله ما بقاش فيه اي ايرور ولا اي حاجه. تعال نمسح الصوره دي علشان نتاكد ان كل شيء سليم ان شاء الله. بعد كده نعمل ريلود زي ما انت شايف، الحمد لله وصلنا للايرور انه بيقول لي دلوقتي بقى ما ينفعش يبقى دايركتوري، فاضل لي بس ان انا احط الصوره بعديه، هو مش عارف ينقل من هنا لهنا، المسار سليم اهو زي ما انت شايف، بس فاضل لي ان انا احط وراه الصوره. نبدا بقى نحط وراه الصوره بالشكل الصحيح، ابلود الفولدر بتاعي وبعدين الاب وكده الفولدر كاملا لحد النهايه، فاضل لي بس بعديه هنا اروح حاطط الصوره بتاعتي اللي هي الايمج نيم دي. كده انا كملت الحمد لله كل حاجه، واروح كاتب هنا نو ايرور واقول له ريلود وانتر، اترفعت الصوره 100% من غير اي غلطه زي ما انت شايف، والحمد لله وصلنا اللي احنا عايزينه كله بالتمام والكمال. لحد كده يا جماعه انتوا عملتوا الحاجه البيزك جدا في الابلود، ده عباره عن بيزك ابلود ما فيهوش اي حاجه. يعني ايه ما فيهوش اي حاجه؟ يعني ما فيهوش تشيك على اي حاجه، يعني لحد كده ده ما ينفعش تشتغل بيه، لسه لازم تكمل عشان تشوف هنعمل ايه في الابلود. ممكن اي حد دلوقتي يرفع لك صوره حجمها كبير جدا ويوقف السيرفر لان انت مش عامل اي ريستريكشن على السايز. ممكن حد يرفع لك صوره دلوقتي او ملف بي اتش بي عشان انت مش حاطط له اي ريستريكشن على الامتداد او التايب بتاع الملف. فلحد دلوقتي احنا عملنا بس القصه العاديه خالص اللي هي بس رفعنا صوره. لاحظ معايا تاني عشان انا مش عايز حاجه تقع منك، ان احنا نقدر نجيب الدوكيمنت روت هنا نحطها تجيب لنا الباس اللي احنا فيه، وده اللي هنشوفه في الدرس الجاي ان شاء الله مع الدخول في الشغل التقيل بعد كده. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في التكمله، والسلام عليكم.